اتفق الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف في اتصال هاتفي على صياغة نهائية لاتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين بلديهما، وتشمل الاتفاقية خفض مخزون الرؤوس النووية الاستراتيجية في كلا الدولتين. الترسانة النووية لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا ستشهد تخفيضات بنحو الثلث، وذلك بمقتضى معاهدة يتطلع الجانبان لتوقيعها في العاصمة التشيكية براغ في نيسان إبريل المقبل. وستخفض المعاهدة الجديدة عدد الرؤوس النووية من 2200 إلى نحو 1500 رأس. المعاهدة الجديدة ستخلف معاهدة ستارت التي انتهى العمل بها في ديسمبر كانون أول الماضي، وستمنح الجانبين 7 سنوات لإجراء التخفيضات المطلوبة. المعاهدة ستحرز تقدما في أكثر من مجال، فستسهم في تخفيض حجم الترسانة النووية في روسيا والولايات المتحدة بنحو الثلث، كما تضع نظاما جيدا للتحقق من هذه الأسلحة، وبهذا توفر لنا آلية للحفاظ على أمننا القومي وكذلك أمن حلفائنا. ويبدو أن الجانبين نجحا أخيرا في تخطي العقبات التي عرقلت المفاوضات بشأن الاتفاقية الجديدة على مدى أشهر، وكان على رأس تلك العراقيل إصرار موسكو على الربط بين توقيع الاتفاقية وضرورة تخلي واشنطن عن أي خطط لبناء قواعد دفاع صاروخية في أوروبا الشرقية. وبدا واضحا تمسك الكريملين بهذا المطلب في أول رد فعل له تجاه المعاهدة الجديدة، إذ أعلنت موسكو أن المعاهدة ستؤسس صلة ملزمة قانونيا بين الأسلحة الاستراتيجية ونظم الدفاع الصاروخية في إشارة واضحة للخطط الأمريكية. وتتطلع موسكو لأن تعزز الاتفاقية دور هذه الصلة في عملية نزع السلاح النووي. هذه خطوة صادقة لن تمنع أي من الجانبين من اتخاذ خطوات أحادية، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لدرجة تضمن أمن الطرفين. وبالتأكيد لن تتوقف تداعيات المعاهدة عند حدود العلاقات الأمريكية الروسية، إذ تعتقد واشنطن أن هذه الخطوة ستبعث برسالة واضحة لكل الدول الساعية للحصول على سلاح نووي. الاتفاقية تؤكد لدول مثل إيران وكوريا الشمالية أن من بين أهم أولوياتنا تعزيز نظام حظر الانتشار النووي وإبقاء المواد النووية بعيدا عن الأيدي العابثة. الاتفاقية إذن ستكون بداية لمرحلة جديدة تتطلع كل من موسكو وواشنطن خلالها إلى طي صفحة الحرب الباردة نهائياً.